احيانا الام بتكون يعني ام الرجل او ام الفتاه او الزوجه بتكون فاكره ان هي كده بتنصح بالظبط، يعني او انا عايزه مصلحه ابني، ما انت مش هتعرفي مصلحه ابني اكتر مني، او انا عايزه مصلحه بنتي، فانا شايفه مثلا ان بنتي مش مبسوطه، لا بنتي زوجها بخيل، فهنا كده ده ما بيدخلش في اطار النصح، انا كده بافسد الحياه الزوجيه بدون قصد. ده حقيقي، لكن احنا عايزين نقول ان الاصل فعلا في يعني في تدخل الام او الاب في الحياه الزوجيه للزوجين بيكون، احنا خلينا نفترض دايما ان هي حسن النيه، ان هم قصدهم الاصلاح، لكن احيانا القصد ده ما بيكونش متوجه توجيه صحيح فبيقول الى افساد. فهنا بقى بننصح الزوجين ان هم يحتاطوا ويكونوا حذرين من تدخلات الاخرين في حياتهم، حتى ولو كان الاخرين دول هم الاب والام. في نفس الوقت بنقول للام والاب ان تدخلكم في حياه ابنائكم ما هو يعني حدوده هو النصيحه والارشاد، لكن بدون ضغط وبدون افتعال مشاكل اسريه تضطر الزوج او الزوجه في الاخر ان حياتهم يعني تنتهي. يعني التحريض او النصح خلينا، علشان ممكن ما بيبقاش يعني الام او الاب ما بيبقوش قاصدين ان هم يبقوا بيحرضوا الزوجه على زوجها او العكس، هنا كده ده بيدخل في اطار التخبيب. لو كان الكلام ده بيقول الى افساد الحياه الزوجيه فهو تخبيب. يعني لو هو ما يعني خلينا نقول ان الكلام اللي بيفسد واضح، يعني لما ام مثلا تقول لبنتها ما تسمعيش كلامه او ما تعمليلوش، ما هو ده الظاهر بعينه ان هو افساد، ما احنا بنقول ان التخبيب هو افساد للحياه الزوجيه. فالكلام اللي بيفسد الحياه الزوجيه مش محتاج ان انا ادور على النيه فيه، لان هو ظاهر كده يعني بتفاصيله ان ده افساد. لان الاولى في حالات الخلاف ان يكون الكلام اللي موجه من الاباء هو كلام بالصبر والاحتواء ومحاوله الاصلاح، مش بالعناد ومش بالتحدي ومش بالعصيان. طيب هنا نوضح بقى الحكم القاطع او كيف يتعامل الشرع مع التخبيب. نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان هو بيقول لنا ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وبالتالي برضو من خبب زوج على امرأته. وحديث تاني بيقول ملعون من خبب امرأة على زوجها، اللعن ده هو الطرد من رحمة الله. وليس منا اللي هو ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكتمل إيمانه ولم يكتمل إسلامه إذا يعني قام بذلك الفعل المشين اللي بيقول إلى مش بس إفساد الأسرة، لا إفساد المجتمع. طيب.